لا تقع في حب امرأة تقرأ، امرأة تحس بمشاعرها أكثر من اللازم، امرأة تكتب. لا تقع في حب امرأة تفكر، امرأة تعرف ما تعرفه. لا تقع في حب امرأة مثقفة ساحرة منتشية هلذاء، امرأة مجنونة. امرأة واثقة بنفسها تعرف أيضا كيف تطير. لا تقع في حب امرأة تضحك أو تبكي وهي في حالة حب، امرأة تعرف كيف تحول جسدها إلى روح، والأهم من ذلك كله، لا تقع في حب امرأة تحب الشعر، فهؤلاء أخطر النساء. امرأة تقف أمام لوحة فنية لساعات، امرأة لا تعرف العيش من دون موسيقى. لا تقع في حب امرأة مهتمة بالسياسة لأنها متمردة، امرأة تشعر بالرعب إذا غاب العدل. لا تقع في حب امرأة لا تحب مشاهدة التلفاز، ولا تقع في حب امرأة فائقة الجمال بغض النظر عن ملامح وجهها أو جسدها. امرأة مندفعة مليئة بالبهجة، شفافة غير خاضعة وعديمة التوقير. أنت لا ترغب أصلا في الوقوع في حب امرأة كهذه، لأنك إن وقعت في حبها سواء بقيت معك أم لم تبقى، إذا وقعت في حبها لن ترجع.